أيام وساعات قليلة بتفصلنا عن نهاية سنة، سنة حصلت فيها حاجات كتيرة جدا 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 على كل الأصعدة، سواء كانت رياضة، فن، سوشيال ميديا أو ترندز كتيرة قوي، كان منها الإيجابي وكان منها الغريب وكان منها طبعا العجيب، وطبعا كان في إنجازات كتير حققناها على أرض مصر سواء باستضافة بطولات أو أحداث أو مؤتمرات مهمة. حاولنا النهاردة كده إن احنا نخلي حلقتنا إن احنا نجمع لكم أكبر قدر ممكن من حصاد السنة والحاجات اللي حصلت علشان نتكلم فيها معاكم ونفتكر مع بعض ابرز الحاجات اللي حصلت في 2022. فخليكم معانا في حلقه جديده من برنامج الحريفه، لكن خلوني الاول ارحب باميره. مساء الفل عليك يا روح قلبي. جاهزه كده للسنه الجديده؟ جاهزه ان شاء الله. جاهزه يا رب. ايام ايام ساعات، خلاص ده احنا ثلاث ايام كده وتخلص. حقيقه حقيقه محتاجين فعلا نقف وقفه نشوف ايه اللي حصل ونكمل كده. صح. برحب بكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم. هنعيش معاكم حاله من النوستالجيا مع الاحداث اللي مرت علينا عشان نودع السنه بذكرياتها وندخل السنه الجديده 2023 واحنا عارفين النقطه اللي واقفين عندها فين، مركزين احنا عايزين نبتدي منين ونكمل منها ان شاء الله. وعلشان كده حلقتنا النهارده ما فيهاش اخبار زي ما كل حلقه بنبتدي على طول. النهارده هنبتدي حلقتنا على طول بالمناوره. تعالوا نشوف مناورتنا النهارده هنتكلم عن ايه. واحنا بنختم السنه دي اللي هي سنه 2022 هتلاقوا كل حد فينا بيفكر بطريقه مختلفه وبيتكلم بطريقه مختلفه وشايف السنه دي بطريقه مختلفه. في اللي شايفها كانت سنه حلوه، في اللي شايفها كانت سنه تعيسه عليه، في اللي شايفها كانت سنه السعاده والانجازات، وحد تاني شايفها كانت مش احسن حاجه في الكون. بالنسبه لي بشوف ان كل سنه يا أميرة بتبتدي هي صفحة جديدة بنبتديها. بالظبط. يعني احنا ممكن بنودع 2022 علشان نبتدي 2023 لازم ننسى الحاجات الوحشة بس نتعلم منها. ده بالزبط. مهم قوي. هو ده يا هند، ان احنا مش عايزين نخش السنة سنة 2023 بس كده واحنا مش مركزين احنا وصلنا لإيه، حققنا لإيه. وزي ما انت قلتي هي كانت سنة ممكن تكون على ناس سنه طويله او بس هي احداث كتير قوي مرت. صح قوي. يعني تحس ان السنه خمس سنين بالظبط. يعني السنه يعني ما فيش احداث، كل يوم في احداث، كل يوم في ترند جديد، كل يوم بنخرج من قصه نخش على قصه تانية. فعلا كانت سنه مليانه. محتاجين نقف بقى الحلقه دي وقفه كده نبتدي كده السنه. بالزبط. نبتدي السنه ونبص على اللي فات. يعني في ناس تقول الحمد لله انا مثلا اتجوزت السنه اللي فاتت، في اللي يقول لك الحمد لله السنه اللي فاتت دي انا ربنا رزقني بطفل، الحمد لله السنه اللي فاتت انا ربنا رزقني بشغل. ايا كان اللي حصل احنا دلوقتي بنودع السنه اللي فاتت، بنودع 2022 بكل اللي حصل فيها سواء كان الكويس والوحش. وزي ما احنا بنقول اهم حاجه ان احنا نتعلم من الحاجات الوحشه اللي حصلت في 2022 ونبتدي السنه الجديده بخطه جديده. بالظبط. بني ادم جديد، اعتبر ان انت بتتولد من اول وجديد مع بدايه السنه دي. بالظبط. انت بالنسبه لك هند عايز اعرف منك يعني 2022 كان فيها ايه؟ لسه كنت بتكلم امبارح مع حد من صحابي بقول لها انا حاسه انه اللي حصل، يعني كنا بنتكلم عن النيو يير السنه اللي فاتت، بقول لها انا حاسه ان دي كانت من خمس سنين بجد. لا حصل فيها حاجات كتير، ابس اند داونز، شخصيتي اتغيرت بنسبه كبيره جدا. يعني انا بالنسبه لي لو احط عنوان للسنه دي بالنسبه لي هي سنه النضج. بالزبط. اللي حصل فيها احداث كتير جدا، يمكن ما سافرتش كتير زي كل أيوة. سنه، بس السنه الجايه نعوض نعوض. عارفه السنه دي بالنسبه لي عارفه الافيه اللي هو كله ضرب ضرب ما فيش حاجه تانية. هي بالنسبه لنا السنه دي يعني كانت سنه فعلا مليانه احداث. اضربك فين ما فيش مكان تاني، يعني اضرب فين تاني. ده احساسي بالسنه دي. مش قصدي انها سنه كئيبه، بالعكس اقصد هي سنه زي ما قلت يا هند كانت دسمه مليانه احداث طول السنه، ما كانش عندنا فرصه حتى ناخد نفسنا. حدث يخلص يجي وراه حدث تاني اهم منه، ترند يخلص وراه على طول ترند اجمل منه، نفضل ننام ونصحى في نفس نفس الدايره. لو هتساليني مثلا انا عن التقييم بتاعي انا للسنه دي بشوف ان فيها الحلو وفيها الوحش.
زي ما في احداث حصلت كانت بتقلقنا وتخلينا نفكر بشكل سلبي، كمان كان في احداث اكتر فرحتنا وكنا فخورين بيها وطيبت بخاطرنا كده وقالت لنا لا تمام انتوا ماشيين كويس. ده اللي هنتكلم فيه النهارده في حلقتنا عن اهم الحاجات اللي حصلت في 2022. مظبوط، لكن خلونا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم نهايه سنه وبدايه سنه جديده. رجعنا لكم مره تانية ومكملين كلامنا عن 2022 وازاي نتحضر ل 2023، لكن بما ان الحلقه دي احنا خصصناها لحصاد 2022 خلوني ابدا معاكم بالانجازات اللي حققناها. والحقيقه ان مصر كان ليها نصيب كبير جدا من الانجازات اللي حصلت السنه دي. عندنا مثلا اول حاجه مؤتمر الامم المتحده للتغير المناخي اللي كان في شرم الشيخ واللي تناقش فيه قضيه تغير المناخ وتقدم حلول كتيره للمشكله دي، واللي حضر 127 دولة وقادة العالم كلهم كانوا موجودين عندنا وكان حدث مشرف جدا لينا طبعا قدام العالم كله. يعني أميرة ده واحد من أهم الأحداث اللي حصلت كمان عايزين نتكلم فيها. بالضبط يا هند، وكان عندنا المؤتمر الاقتصادي المصري اللي كان هدفه اقتراح سياسات واضحة علشان تساهم في زيادة الاقتصاد ومناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد على المدى البعيد، وشارك فيه برضو نكبة كبيرة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، فكان مؤتمر برضو مهم جدا جدا ومثمر جدا بالنسبة لنا. صح، وبرضو من الأحداث المهمة لو تفتكري افتتاح مصر لمدينة العلمين الجديدة، وده حدث ما ينفعش ان احنا ننساه، وخصوصا ان مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وبتعتبر واحدة من مدن الجيل الرابع وأفضل المدن السياحية في مصر، فيها مشروعات عالمية ضخمة زي مراكز تجارية عالمية، أبراج سكنية وسياحية، ومشاريع كتير جدا 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 في العالمين. بالضبط هند، وبما انك اتكلمتي على المشروع ده تحديدا، يمكن مشروع مدينة العالمين فرصة علشان نتغلب على التكدس السكاني اللي حاصل والاستفادة من الساحل الشمالي انه يكون واجهة سكانية نقدر نجذب بيها السياح طول السنة، فالموضوع مهم جدا. وزي ما عندنا مدينة العالمين عندنا مشاريع كتير جدا، عندنا المتحف المصري الكبير في الجيزة، تطوير منطقة الأهرامات كلها والافتتاح هنشوفه بإذن الله في 2023. وكمان من ضمن الإنجازات للدولة شبكة الطرق اللي كلنا شايفينها بشكل واضح، والكباري الضخمة اللي اتعملت، وافتتاح 4 محطات جديدة لمترو الخط الثالث. وخلينا نقول إن المرحلة دي من أهم مراحل مترو الأنفاق عشان لأول مرة هيتم ربط القاهرة بالجيزة. صح مظبوط، كمان في حتة تانية عايزين نروح لها ونتكلم عن نجاحات حصلت فيها برضو بس في مجالات تانية، سواء كانت نجاحاتنا في أحداث استضفناها أو شخصيات رفعت اسم مصر في العالم كله. تعالي نبدأ بقى بالشخصيات. يعني أنا أول شخصية بالنسبة لي طبعا فخر العرب اللي مشرفنا محمد صلاح، واللي دايما بقول ان قصة محمد صلاح واللي بيحققه دي قصة تدرس، لازم تتعمل عمل درامي او سينمائي يتكلم عن قصة الراجل ده، الراجل اللي بدأ من تحت الصفر لحد ما عمل حاجة هو اول واحد يعملها، لانه هو من اللعيبة اللي مش ماشية على خط مستقيم وخلاص، لا هو ما بيوقفش عند تحقيق انجاز معين، هو بسم الله ما شاء الله شغال حلو جدا، مستواه كل يوم يا جماعه بيعلى، وعندنا في 2022 واخد لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز سنه 2022، ومش بس كده ده كمان كان متصدر الترتيب هدافي الدوري الانجليزي ب 23 هدف، وده بالتساوي مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام هيونغ مين سونغ. بالظبط، يعني هنكمل كلام عليه طبعا، ده غير ان هو يعني بيتصدر قائمه اللاعبين اصحاب القيمه التسويقيه الاعلى في الدوري الانجليزي كله، فما شاء الله يعني مش عايزين نحسده. ويمكن هو ما خدش جائزه الكره الذهبيه مع انه كان قريب منها جدا، بس هو افضل لاعب مصري لكره القدم محترف عالميا لحد دلوقتي، او اللاعب يبقى اسمه بينافس نجوم كره القدم زي ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وغيرهم، فحاجه مشرفه بجد بكل المقاييس الحقيقه، ربنا يكرمه ودايما رافع راسنا كده. نروح بقى هند لشخصيه ثانيه وهو لاعب كمال اجسام بيج رامي. يمكن هو كان الفتره الاخيره واخد الترند والناس كلها كانت بتتكلم عليه على السوشيال ميديا بعد خسارته لقب مستر اولمبيا 2022، بس احنا هنا هنتكلم دلوقتي عن بيج رامي، هنقول قيمة انه يبقى عندنا اسم مصري في بطولة عالمية زي مستر اولمبيا، واللي بنعتبر دي اشهر بطولة في مجال كمال الاجسام عالميا، واخد فيها اللقب الخامس وقبلها واخدها مرتين، فمش دي الخطوة المفروض اللي احنا يعني نسقف له عليها، هو اوريدي عمل اسم ما حصلش قبل كده.
صح، بيج رامي من اكتر القصص كمان الملهمه بالزبط. فكره انه في الفتره الاخيره لما طلعت الاشاعه بتاعت ان هو بيج رامي هيعتزل، طلع قال لا انا مكمل، وده ان دل على شيء دل على ان الراجل ده بيشتغل على نفسه كتير جدا. هو فعلا كان مبهر في مستر اولمبيا، ودايما ببقى عايزه اقول لحد قاعد كده على كنبه في بيته بينتقد الابطال دول والخساره اللي بيخسروها، قوم واعمل اللي هو بيعمله، حقق نجاح في اي مجال، يعني حقق نجاح وبعدين تعالى اتكلم وانتقد. كلنا فخورين بمسيره بيج رامي. كمان اللقطه الاخيره زي ما قلت لكم بعد الشائعات ان هو هيعتزل، لما طلع وقال لا انا هكمل حلمي وهدخل مستر اولمبيا السنه الجايه، انا عايش ولسه ما متش، ده بياكد لنا قد ايه الراجل ده عنده حلم وطموح لا ينتهي. ويمكن دي الرساله اللي ممكن تكون رساله السنه ونختم بيها السنه، لانه الخساره ما بتوقفش الشخص الطموح اللي فعلا عنده حلم عايز يحققه. الفشل ما هو إلا خطوة من خطوات النجاح، لازم تعدي على الفشل الأول علشان تنجح. بالظبط يا هند. عايزه اقول لك برضو من الشخصيات اللي رفعت اسم مصر كانت البنت المعجزه بطل التنس الطاوله النادي الاهلي هنا جوده، واللي طبعا تم تسميتها بفخر التنس الطاوله المصريه. هنا السنه دي حققت انجاز كبير بتتويجها بالميداليه الذهبيه في منافسات الزوجي المختلط ببطوله العالم للناشئين والشباب اللي كانت على ارض تونس. كانت فخر الجماهير الاهلي والكل المصريين طبعا، كلنا قد ايه فرحنا بيها وشفنا رغم ان يعني سنها صغير لسه عندها 15 سنه، بس لما تشوفيها قد ايه بنت طموحه مجتهده عندها حلم، وده خلاها النهارده قدوه لشباب كتير جدا بيشوفها وبيتعلم منها. انا مبسوطه انك اتكلمتي عن هنا جوده، يعني ان هي فعلا مثال مهم جدا رغم صغر سنها، الا انه نجاحها ده يعني ملهم لناس كتير. بس طالما بقى اتكلمنا يا اميره عن هنا جوده لازم نتكلم عن عمر عصر. عمر عصر يا جماعه لاعب منتخب مصر لتنس الطاوله واللي خد المركز الثاني والميداليه الفضيه لمنافسه فردي الرجال بدوره العاب البحر المتوسط علشان يخلي رصيد مصر يزيد ل 24 ميداليه، منهم 5 ذهب 6 فضه 13 برونزيه. حاجه مشرفه لينا كلنا. والحقيقه مش بس الرياضه كمان اللي احنا قدرنا نثبت نفسنا فيها عالميا، يعني خلينا برضو نتكلم عن المخرج طبعا طبعا محمد دياب، اول مخرج مصري يوصل لمارفل، حقق نجاح كبير في مسلسل مون لايت، وكمان كان في لمسات مصريه مختلفه تانية زي الموسيقي المصري هشام نزيه اللي اشتغل مع محمد دياب في المسلسل وكان ليه لمسه خاصه لانه حاول ان هو يحط في الموسيقى بصمه الحضاره المصريه، وكان من ضمن قائمه المقاطع الموسيقيه المصريه العشرين الاكثر استماعا بره مصر. يعني حاجه هي دي بقى اهميه القوى الناعمه بالظبط، انها ترفع اسم مصر وتحبب الناس في ثقافتها. بالظبط، الاسماء كتير جدا، يعني حقيقي قائمه الاسماء المصريه اللي رفعت اسم مصر في الوطن العربي والعالم طويله جدا، ان شاء الله هتكون ملهاش نهايه، نفضل نزود في كل حصاد اسماء جديده في كل المجالات، وده اكيد هيحصل طول ما في عندنا كوادر ومؤسسات بتدعم الكوادر دي، واحنا كمان بندعم كل واحد بيتعب وبيحقق حلمه في النجاح والعالميه. حلمنا احنا كمان علشان يفضل عندنا ناس واحداث نفتخر بيها ونقدر نتكلم عنها ونستضيفهم كمان معانا. ودلوقتي كمان هروح معاك يا هند للبطولات والانجازات الرياضيه اللي حققناها. طبعا دي استضافه مصر للبطولات دي حدث ولا حرج فعلا على مدار السنه 2022 مصر كان ليها نصيب كبير من البطولات اللي على ارضها، اهمها بطوله كاس العالم للامم الافريقيه ال 25 لكره اليد للرجال، وكان بيشارك في البطوله 13 منتخب عربي وافريقي، البطوله اللي قدرنا نفوز بيها برضو وحققنا فيها انجازات كبيره واستضفناها وخدناها في نفس الوقت. صح. يعني كانت بطولة من أروع البطولات اللي مصر استضافتها. صح، صح. خليني أخد من كلامك وأقول إنه دي كانت من أهم البطولات يا أميرة، يعني غير كأس الأمم الأفريقية الخمسة وعشرين، كرة اليد رجال، بطولة كأس العالم للجمباز اللي شارك فيها 34 دولة من كل أنحاء العالم، وكمان كان عندنا بطولة أفريقيا لكرة السلة 3-3 للسيدات على استاد القاهرة. طبعا منتخب مصر فاز بالبطولة وتأهل لكأس العالم للسيدات 2023 وبطولات تانية كتير. وبرضو يا أميرة زي بطولة العالم للسلاح كمان وبطولة الخماسي الحديث وبطولة كأس العالم الخماسي الحديث، كل ده بيثبت قدرة مصر على استضافة بطولات عالمية في مختلف الألعاب، خصوصا أن احنا
في وقت كان صعب شوية بالزبط. على دول كبيرة ان هي تستضيف اي حدث رياضي بسبب ظروف كورونا وظروف تانية كتير صحيح. جدا. فحقيقي المفروض ان احنا نرفع قبعة لنفسنا نقول نفسنا كده شابو، نقول للمسؤولين للقائمين وزارة الشباب والرياضة كل وزارة السياحة كل القائمين على استضافة الأحداث صحيح. بصراحة صحيح. تحية كبيرة مننا لكل الناس اللي تعبت واشتغلت علشان تقدر النهاردة نقعد ونقول إحنا حققنا وعملنا ده. شكرا لكم بجد ودايما مكملين في كل الإنجازات دي. عايز أخدك برضو يا هند ونروح للحصاد الرياضي وبطولات كرة القدم والألعاب الأخرى بالنسبة لمصر والنادي الأهلي. بالنسبة لمصر في حصاد الإسكواش سنة 2022، خليني أقولك إن سيدات مصر في الصدارة 2022 شهد مشاركة منتخبات مصر في عدد كبير من البطولات العالمية والقارية. يعني للمرة الخامسة في تاريخنا مصر بتتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية. وقبل ما تخلص 2022 كانت مصر بتتوج للمرة السادسة برضو، واللي كان السبب في التتويج ده هي اللاعبة الرابعة نور الشربيني. أما بقى بالنسبة لكرة القدم، يعني الموضوع ما كانش أعظم حاجة، مرينا بظروف صعبة جداً. مدير فني أجنبي جديد كارلوس كيروش خسرنا معاه في البطولة العربية، وقلنا ماشي هنعوضها في أفريقيا، وكنا ماشيين فيها كويس جدا جدا ومتقدمين ووصلنا للنهائي قدام السنغال. للأسف الحظ كان بيعاندنا وبنخسر بضربات الجزاء، بس احنا متحمسين دايما للي جاي. يعني احنا واقفين دلوقتي مش عشان نقول احنا عملنا ايه وحش، لا احنا مستنيين اللي جاي احسن ان شاء الله. احسن صح. يمكن كمان مش دي كانت اكتر حاجه عارفه مؤلمه للجمهور المصري، اعتقد في الكوره اكتر واصعب لحظه كانت هي ضياع حلم كاس العالم وضياع فرصه التاهل لكاس العالم بقطر بعد الخساره قدام السنغال برضو بضربات الجزاء في 2022. ده بالنسبه للكوره ومنتخب مصر كان الوضع يعني نقول انه كان صعب، كان صعب جدا على الكوره وجمهور الكوره، لان بعد كده قررنا ان كيروش يمشي. طيب نجيب مين بعده؟ نجيب مدرب وطني مصري. كان الكابتن ايهاب جلال لعب كام ماتش؟ تقريبا حوالي 4 ماتشات. وقالوا له كفايه واقالوه علشان يعتبر اسرع اقاله لمدرب منتخب وطني، ويجيبوا لنا بعده البرتغالي روي فيتوريا. والحقيقه احنا عندنا امل كبير فيه، يعني خليني اقول انه يقدر يخلي منتخبنا يستعيد الأداء المميز، نرجع تاني لمنصات التتويج القارية وتأهل لكأس العالم 2026 إن شاء الله. نفسي أشوف مصر في كأس العالم. لا لا إن شاء الله بإذن الله. والله أنا يعني متفائلة خير جدا إن شاء الله. يعني أنا حاسة إن المغرب يعني المغرب إدتنا كلنا، إدت كل الدول العربية دفعة كده إن إحنا نقدر. ما كانش في حد بيتخطى، كان اي حد برضو بيروح كاس العالم هو بس عايز يبقى موجود. بس دلوقتي لا، ما كانش فيه دلوقتي المغرب والسعوديه دونا امل كبير قوي. فان شاء الله يعني ان شاء الله، وان شاء الله زي ما انت بتقولي هو الراجل فعلا بيشتغل وعامل ماتشات حلوه زي ما شفنا كسبنا المنتخب البلجيكي قبل ما يروح كاس العالم، فاداء ونتائج باذن الله مبشره. هاخدك بقى من منتخب مصر لايه؟ لحبيبنا نادي الاهلي واللي برضه 2022 بالنسبه له في كره القدم ما كانتش اعظم حاجه للاسف الشديد. يعني في 2022 الاهلي كان بينافس على كل البطولات سواء المحليه او القاريه وحتى العالميه. جينا بدانا السنه بدايه قويه ومحدش كان مصدق اللي حققناه في بطوله كاس العالم للانديه بعد تتويجنا بالميداليه البرونزيه بفوزنا على فريق الهلال السعودي بنتيجه تاريخيه. كانت نتيجة قوية جدا 4-0 على الرغم من كل الصعوبات اللي واجهها الأهلي في البطولة دي، من غياب اللعيبة الأساسية اللي كانت موجودة مع المنتخب وتفاصيل كتير تانية. بس اللي حصل. يعني عارفه دايما احنا بعد اللي انت بتقوليه ده يا اميره احنا كملنا، يعني رحنا بطوله افريقيا ولما وصلنا للنهائي وشفنا، يعني خلينا نقول انه كان ظلم وقع علينا ان احنا رحنا لعبنا النهائي مع فرقه الوداد المغربي على ارضها وللاسف خسرنا النهائي وخرجنا كوصيف بطل افريقيا علشان الريتم بعدها يبدا يقل، نيجي نلعب بطوله كاس مصر نخسر، كملنا الدوري ما خدناهوش لحد ما جه السويسري مارسيل كولر اللي بنتفائل خير معاه طبعا، اللي ماشي بشكل كويس لحد دلوقتي مع الفريق. خدنا معاه بطوله كاس السوبر من الزمالك وان شاء الله ناخد كل البطولات معاه. يعني هو بصي النادي الاهلي سواء كان بيكسب او بيخسر هو النادي الاهلي، واحنا اكتر حاجه بحبها في النادي الاهلي ان احنا بنقف ونقول يا جماعه كان في كذا غلط، ما بنغمضش عينينا عن اي غلط يعني. وفي ولاء ومنتظرين وعارفين ان اللي جاي احسن باذن الله. عايزين برضو نروح على الالعاب الاخرى.
الأهلي عامل نجاحات كبيرة جدا في كل الألعاب تقريبا. يعني عندنا مثلا السلة في 2022 كانت مليانة بالإنجازات والبطولات، ونقدر نقول إن الأهلي قدم السنة دي موسم تاريخي مع الأسباني أوجاستي بوش المدير الفني اللي بيحقق مع الفريق 5 ألقاب. صح فإنجاز صح. شفنا برضه كمان أداء رائع رائع من فريق السلة الموسم ده، بداية من فوزه ببطولة دوري منطقة القاهرة والفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 76-55، وبعدها التتويج ببطولة الأندية العربية لأول مرة في التاريخ بعد فوزه على الكويت الكويتي، وطبعا كمل المارد الأحمر بقى تفوقه بالفوز ببطولة دوري المرتبط على حساب الاتحاد السكندري، وكمان التتويج بكاس مصر على حساب زعيم الثغر، وتأهلنا لدوري كرة السلة لأول بال أفريقي مرة في تاريخنا. فنجاح كبير جدا على مستوى السلة الحقيقة، واللي ما يختلفش عليه برضو تنس الطاولة. نقدر نقول أن الأهلي كان زعيم الدوري السنة دي، ميدالية تاريخية بالبحر المتوسط وسيطرة إفريقية معتادة ومواهب صاعدة وبقوة محليا وقاريا وكمان عالميا. بالضبط هند، وكمان اليد نادي الأهلي يعتبر من أكتر الفرق اللي بتفوز ببطولات في كرة اليد كمان، يعني في الدوري المصري واخدين اللقب 23 مرة و9 مرات، كاس مصر وكاس الاتحاد المصري في 3 مناسبات، وده كمان غير كاس التميز المصري مرة واحدة. يعني السنة دي في 2022 فاز النادي الأهلي بلقب كاس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، والمرة الثانية على حساب الزمالك، فحاجة عظيمة جدا جدا. يعني بكده يعني نبقى تقريبا خلصنا الأحداث اللي حصلت والبطولات اللي شاركنا فيها وخدناها طول السنة والإنجازات اللي حققناها. فدلوقتي هنروح نطلع فاصل ونرجع معاكم نكمل كلام عن الحصاد بس مع ضيفنا الناقد الرياضي علي البحيري، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه بنكمل معاكم حصاد 2022، وانضم لنا في الاستوديو الناقد الرياضي علي البحيري علشان نفسر كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها في منورتنا. اهلا بيك يا علي. اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. سنه سعيده عليك يا رب علينا كلنا ان شاء الله. اللهم امين. بتشوف ازاي تنظيم مصر لعدد من البطولات في 2022؟ يمكن طبعا مصر يعني في عام 22 استضافت بطولات كثيره جدا في مختلف الالعاب الرياضيه، طبعا في السلة وفي الـ في الـ في اليد وفي السكواش وفي الجمباز والخماسي الحديث والسلاح، يمكن بطولات دولية كبيرة جدا، مش بس بطولات محلية بطولات قارية، كمان بطولات دولية وعالمية. انا بشوف ان ده مهم جدا للبلد، سواء من الجانب السياحي او الاستثماري، وكمان من الجانب الرياضي، من جانب الاحتكاك الدولي مع لاعبتنا يعني في كل الرياضات يعني. فطبعا ده حاجه كويسه جدا. حصل ده كمان في 2021 بطولات كتيره جدا، في 2022 كملنا بطولات كتيره جدا، وده حاجه كويسه جدا لمصر وكمان لابطال مصر في كل الرياضات. فانا شايفها كانت حاجه كويسه جدا في العام ده يعني. بتشوف بقى ازاي تتويج رياضيين في محافل دولية، احنا شفنا في كل الألعاب تقريبا، وطبعا محمد صلاح في الكورة، كلمني عن ده، أهمية تتويج الرياضيين في السنة دي في محافل دولية كتير جدا. يمكن عام 22 جه بعد أولمبياد طوكيو في 2021، فطبعا كنا عايزين نستكمل إنجازات مصر في كل الرياضات. يمكن السنة دي كان أكبر حدث في يعني في 2022 بالنسبة لمصر كان دورة ألعاب بحر متوسط في الجزائر. ده البحر المتوسط يعتبر بعد الاولمبياد على طول، او هي المنافسه الاكبر اللي فيها دول عالميه ودول افريقيه وعربيه وكل حاجه يعني واسيويه. فانا شايف ان مصر حققت فيها انجازات كويسه، مش بس من عدد الميداليات، مصر يمكن حققت 51 ميداليه سواء 13 ذهبيه او 15 فضيه او حتى 23 برونزيه، لكن مش ده بس اللي انا هتكلم عليه. اللي انا عايز اتكلم عليه ان مصر حققت انجازات لاول مره بتحصل، ميداليات لاول مره بتحقق في العاب مصر ما حققتش فيها حاجات. يمكن كان في ذهبيه في السلاح لاول مره، كان في الريشه الطايره كان اول مره برضو ميداليه، يمكن في الملاكمه النسائيه اول مره في تاريخ مصر في الملاكمه النسائيه نجيب ميداليه بحر متوسط. يمكن منتخب كره اليد المشرف طبعا عالميا في كل المحافل طبعا. يمكن خسر للاسف في النهائي، خد فضيه دوري ابطال بحر متوسط، خسر قدام اسبانيا، لكن هو منتخب مشرف. يمكن خد في نفس السنه السنه دي برضو خد بطوله امم الافريقيه المره الثامنه في تاريخه هنا اللي اقيمت في صاله حسن مصطفى، وتاهل طبعا هيلعب بطوله العالم ان شاء الله في شهر يناير الجاي في بولندا والسويد. فانا شايف ان مصر حققت انجازات كبيره جدا في 2022 على مستوى الالعاب الاخرى، ده اللي ممكن اقدر اقوله يعني. طيب شايف ازاي بقى مشاركه ابطال مصر في باريس 2024؟ يمكن في باريس 24 الحلم بيكبر، الطموح بيزيد، لان مصر اللي عملته في طوكيو كان 6 ميداليات. يمكن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه او المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه
اتكلموا ان اللي احنا حصل في طوكيو احنا هنكمل عليه في باريس وان احنا هنزود كمان العدد. يمكن بيتوقعوا ان يكون في 10 ميداليات على الاقل في اولمبياد باريس 2024، وانا شايف ان ده رقم منطقي يعني بالنسبه للانجازات اللي بتحصل دلوقتي او حصلت في اولمبياد طوكيو. فاعتقد ان في باريس لازم يكون العدد اكبر ولازم نشوف انجازات اكبر في ابطالنا، لان احنا كمان ما شاء الله بنحتك دوليا في كل الرياضات وبنسافر بره مش بس في لعبه او اتنين، لا في حوالي 20 او 21 لعبه. فانا شايف ان احنا عندنا انجازات نقدر نبني بيها على باريس، وان شاء الله باريس يبقى الانجاز الاكبر يعني ان شاء الله. بنروح بقى للنادي الاهلي، خلينا نبتدي الاول من الالعاب الاخرى 2022. شايف السنه دي في الرياضات الاخرى كانت عامله ازاي للنادي الاهلي؟ يمكن الرابح الاكبر في النادي الاهلي في 2022 كان كره السله. ايوه صح، يمكن كره السله اوجستي بوش طبعا مدير الفني الاسباني العبقري، انا بصفه بالعبقري، هو ساحر، لان هو لما دخل مصر من سنتين لما دخل مسك نادي الزمالك حقق معاه بطوله الدوري وافريقيا، بعد كده انتقل للنادي الاهلي، هو خد 5 بطولات محققه من 5 بطولات ممكنه، خد الدوري وخد السوبر، خد كاس مصر ودوري مرتبط يعني، وخد 5 بطولات يعني محققه في الموسم، كان موسم تاريخي لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بياخد 5 من 5 في كره السله، وهو كمان مطور من لعيبه. ونقول ان هما ما كانوش 5 سهلين يعني، ما كانتش بطولات سهله جات لك على طبق من ذهب. لا طبعا، يمكن بطوله عربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بياخد بطوله عربيه كانت في الكويت، كانت يعني حاجه كبيره جدا. يمكن انك تاخد بطوله سوري كانت في مصر الاولانيه، منتخب مصر النادي الاهلي لما ياخد بطوله عربيه مع مدرب لسه جاي وفي نفس الوقت بيطور من لعيبه وكمان بيصعد لعيبه شباب وبيظهر كمان كره السله بشكل كويس، مش بس الاهلي كمان كره السله المصريه، وبتنافس مع فرق زي الاتحاد السكندري وزي سبورتنج والجزيره والزمالك. فلا، فانا شايف ان كره السله هي الرابح الاكبر، وكمان عندنا امل ان شاء الله في الموسم ده ان احنا نحقق بطولات اكتر. كمان عندنا كمان بطوله دوري ابطال افريقيا البال، طبعا دي بطوله مهمه جدا، النادي الاهلي طبعا عينه على اللقب وهيدعم صفوفه طبعا في الفتره الجايه عشان ياخد اللقب. فانا شايف ان كره السله احنا قادرين اكيد ان شاء الله، او ايه اللي ممكن نعمله علشان ناخد البطوله؟ طبعا اللعيبه اللي موجوده كويسه جدا، المدير الفني مستقر والدنيا ماشيه تمام كويس والاداره بتدعم، لكن طبعا اكيد في صفقات. يمكن في البال اللعيبه الاهلي طبعا بيدعم كذا لاعب اجنبي سواء افارقه او اجانب، فانا شايف ان الاهلي اكيد هيدعم وعينه ان هو يدعمه، اكيد مخلص لعيبه يعني في الموضوع ده. فانا شايف ان شاء الله فرصتنا كبيره، لان الاهلي في كره السله معاه مدرب عبقري، معاه لعيبه وجهاز فني على اعلى مستوى. اللي اتحقق الموسم اللي فات ما كانش صدفه، كان فعلا تخطيط وكان فعلا تركيز وكان في اصرار. فانا شايف ان كره السله في النادي الاهلي هي الرابح الاكبر هذا الموسم. بالظبط، النادي الاهلي برضو بيشتغل على ابرام صفقات كتير في كل الالعاب، انت شايف ده قد ايه مهم؟ جدا، لان انا شايف ان النادي الاهلي السنه دي في 2022 ابرم العديد من الصفقات، مش بس في فرق الرجال، لا فرق النساء كمان. انا شايف الاهلي في الطايره وفي السله وفي اليد جايب لكل، حتى في الجمباز في ناس من التشيك برضو جايين يمسكوا منتخب او النادي الاهلي في الجمباز، فرق الجمباز. فلا، فالنادي الاهلي بيطور في كل الالعاب. يمكن كمان لو عايزين نتكلم على انجازات الاهلي كمان في الالعاب الاخرى، مش بس عشان احنا قلنا كره السله بس، لا ممكن نتكلم ان كره الطايره هو للاسف كان موسم محلي ما كانش قوي، يمكن خسر الدوري والكاس، لكن قدر يعوض بطوله افريقيا. النادي الاهلي هو اكتر فريق حقق بطوله افريقيا في كره الطايره سواء رجال او سيدات، واكتر نادي في العالم قاريه في كره الطايره، فدي حاجه انجاز كبير جدا. يمكن الاهلي عوض الخساره المحليه وخد افريقيا. في السيدات كسبنا الدوري والكاس وخسرنا افريقيا، لكن كان موسم كويس. في اليد الاهلي كسب السوبر الافريقي، اتاهل لكاس عالم الانديه كان في السعوديه، قدر يتاهل لنصف النهائي كاول فريق عربي ومصري من فتره كبيره جدا، خد المركز نهى المركز الرابع للاسف ما خدناش البرونزيه. بس فريق كره اليد قادم بقوه، وتعاقد مع مدير الفني السابق لمنتخب مصر الاسباني ديفيد ديفيز، فانا شايف ان برده ماشيين كويس. اللي عايز اتكلم عليه تنس طاوله، هنا جوده طبعا يعني ما اقدرش اسكت عن حاجه زي هنا جوده، موهبه وموهبه فذه وعظيمه ومعجزه فعلا في تنس طاوله. البنت دي لازم مصر تهتم بيها، لازم النادي الاهلي يفضل يدعمها، لان البنت دي مستقبل مصر في اولمبياد ان احنا ناخد ميداليه في تنس الطاوله لاول مره في تاريخنا، وهي قادمه بقوه، وهي فعلا بتادي في كل البطولات مع ناس تفوقها في العمر ب 20 و30 سنه. فانا شايف ان هنا جوده السنه دي حققت بطولات كبيره جدا، وكمان شاركت في اولمبياد يعني في اولمبياد طوكيو، سافرت مع الباسه ما شاركتش بس كانت موجوده، وهي بتعمل انجازات كتيره جدا، وهي موهبه. انا يعني بقول ربنا يحميها وان شاء الله تقدر تشرف مصر والنادي الاهلي وتجيب ميداليه اولمبيه قريب ان شاء الله. لو هنتكلم كمان على السكواش، عندنا مصطفى عسل طبعا
نجم النادي الاهلي المسمى طبعا بالتايجر، هو فعلا تايجر لان هو السنه دي حقق بطولات كتير جدا. يمكن امبارح طلع التصنيف الدولي للمحترفين الاسكواش، هو وصل للمركز الثاني عالميا، وكتب على صفحته ان هو ان شاء الله هيفرح جماهير النادي الاهلي ان هو ان شاء الله هيبقى المركز الاول عالميا. وانا واثق في مصطفى. انا بحب حاجه في مصطفى ان هو تحسه غير ان هو لعيب سكواش في النادي الاهلي، هو تحسه من الجمهور. ايوه يعني تفهم اللي هو عايز يفرحهم قوي. تحسيه اهلاويته كده واضحه. يعني في مصطفى عسل، مصطفى عسل صديق شخصي ليا، هو اهلاوي جدا، مشجع درجه ثالثه، في نفس الوقت هو مش لاعب سكواش عادي، هو دايما بيبقى فيه انتقادات ليه لان هو بيعمل احتفالات وحاجات مؤمن زكريا والاحتفالات اللي بيعملها دي، لكن هو مشجع درجه ثالثه اهلاوي حتى النخاع، وكمان عقليته والمنتاليتي بتاعته غير اي لاعب سكواش في مصر. انا بشوف كده، وعشان كده هو وصل السنه دي لسه واخد بطوله هونج كونج للسكواش دوليه، لسه واخد بطوله العالم للجامعات، دخلت النادي الاهلي على اسمه مصطفى عسل. فانا شايف ان مصطفى عسل، وكمان امبارح بقى الثاني عالميا، فانا شايف ان مصطفى عسل كمان هيقدر يقدم الفتره الجايه ويبقى الاول عالميا، وانا اثق في هذا البطل يعني. ويامننا من الجيل اللي فات، لان احنا كنا في فتره كده خايفين شويه، مصر متصدره في الاسكواش، فكنا خايفين هو الجيل الجديد هيقدر يكمل ولا مش هيكمل. فاللي زي مصطفى عسل بيطمنك انه لا، انت هتفضل متصدر. لا اكيد طبعا مصطفى عسل، ومش عايز اقول بس مصطفى، انا لما اتكلم عشان النادي الاهلي مصطفى عسل، لكن في طبعا كريم عبد الجواد، وفي طارق مؤمن، وفي فارس دسوقي، وفي يوسف سليمان، في لعيبه كتيره جدا في الاسكواش في مصر يقدروا يعملوا حاجات. وكمان في السيدات طبعا، طبعا نور الشربيني، نوران جوهر، هانيا الحمامي الصاعده بقوه، في اكتر من لعيبه طبعا يقدروا يحققوا انجازات. لكن على النادي الاهلي مصطفى عسل طبعا هو يعني الرابح الاكبر في الاسكواش، والسنه دي كان موسم مميز بالنسبه له، ختمه ان هو المركز الثاني عالميا، ان شاء الله السنه الجايه نشوفه الاول عالميا ان شاء الله. يمكن بتقول المنتاليتي بتاعت مصطفى عسل مختلفه زي هنجو، يعني بيبقى عندهم ايه مختلف يخليهم فعلا انت دلوقتي لما بتتكلم عليه تقول انا عارفه ان هو، احنا عارفين ان هو مصطفى هيعمل وهيحقق، مختلفين في الفكر ازاي؟ مصطفى عسل عنده هدف يعني. هو لاعب بيخطط لنفسه، هو إيه؟ اولا عنده فريق عمل، عنده دكتور تغذيه، وعنده دكتور نفسي، وعنده دكتور ريبي، وعنده طبعا مدير اعمال. فهو مصطفى عسل مش شغال بالصدفه، مصطفى عسل عنده سبونسرز، وعنده النادي الاهلي بيدعمه، وهو لعيب كبير. في نفس الوقت هو بيفكر منتاليتي بتاعته اللي هو انا هكسب، انا خسرت النهارده انا هعاقب نفسي، هنزل اتمرن اكتر عشان بكره هكسب. هو فعلا خسر السنه دي مثلا بطوله بعدها عوضها، السنه دي هو بيختم الموسم احلى ما يمكن، انه مركز ثاني عالميا، واخد بطوله العالم الجامعات، واخد بطوله هونج كونج الدوليه، قبلها كان واخد بطوله. فلا يعني مصطفى عسل بيتطور، وهو لسه صغير طبعا وشاب، لكن انا شايفه ان هو مستقبل مصر في الاسكواش الفتره الجايه زي ما سبقه طبعا نجوم كبار في اللعبه في مصر يعني. ازاي بقى يا علي نخلي مش بس في الاسكواش، ازاي نخلي المنتاليتي دي موجوده عند اللعيبه بتوعنا سواء كانت كوره تنس، منتاليتي مصطفى عسل لو هناخدها كمثال؟ يعني شايف النادي الاهلي المنتاليتي دي موجوده، بتتزرع في اللعيبه من هم صغيرين في اي لعبه، في كره القدم، في كره السله، في كره الطايره. النادي الاهلي هو رقم واحد، النادي الاهلي ما بيخسرش، النادي الاهلي بيخسر بطوله بيعوضها ب10. فانا شايف المنتاليتي دي موجوده في النادي الاهلي ومزروعه، مش هقول بس النادي الاهلي، في انديه كتير، بس يعني النادي الاهلي هو طبعا الاكبر في مصر، وانا شايفه هو النادي اللي دايما عنده دافع وعنده هدف، ودايما بيحقق بطولات، دايما تاريخه بيتكلم عنه والعالم كله بيتكلم عن انجازاته. الاهلي هيشارك كاس عالم الانديه دلوقتي في كره القدم في المغرب. فيعني اكيد اكيد النادي الاهلي المنتاليتي دي مزروعه في اللعيبه من هم صغيرين، المدربين بيعلموهم النادي الاهلي رقم واحد، لازم يكسب، لازم دايما يشرف، بس مش بس يشرف النادي الاهلي، يشرف مصر ويرفع اسم مصر دايما عليه في كل المحافل الدوليه. فانا شايف ان المنتاليتي دي موجوده، لكن طبعا في لعيبه بتبقى هي مولوده بالموهبه وكمان عندها العقليه السليمه زي محمد صلاح، وطبعا ده محمد صلاح يعني اعتقد انه هو الداعم الاول لنفسه. محمد صلاح ليه ولغيره؟ عمل نفسه بنفسه طبعاً. محمد صلاح عمل نفسه بنفسه، مر بصعوبات في تاريخه كبيره بس جدا، بس يعني بيقولوا ده هو اميره محمد صلاح مثلا ما لعبش في نادي يعني ما كانش عنده الدعم اللي مثلا اي حد بيلاقيه جوه النادي الاهلي، فاهم قصدي؟ وبعدين محمد صلاح ما بداش في عصر السوشيال ميديا قوي زي ناس موجوده دلوقتي، لكن محمد صلاح كان بيسافر من بلد لبلد وبيبات في حتت عشان يقدر يتمرن، واهله بيسافروا معاه، وكانت طبعا يعني كانت رحله عظيمه لنجم بقى عظيم، نجم بقى اسطوره، هداف الدوري الانجليزي اكتر من 3 مواسم، كسر كل الارقام القياسيه، بيظهر في حفله البالندور وفيفا ذا بيست، ومكسر كل الارقام. ودايما اي حد يعني اي حد فينا بيسافر اي دوله اوروبيه بيتقال انت مصري انت محمد صلاح، فاكيد هو فخر لكل العرب. اكيد اتمنى ان هو يحقق كمان انجاز كبير مع منتخب مصر عشان كمان يسجل اسمه في حروف المنتخب المصري، لكن هو كان نجم، ونجم عالمي ونجم تاريخي واسطوري، حقق كتير لبلده بتشريفها في الدول الاوروبيه، حقق مسيره تاريخيه مع ليفربول، ويقدر كمان يحقق المزيد، واتمنى له كل التوفيق في الموسم الجديد. خلينا نتكلم معاك عن دور مجلس اداره الاهلي في دعم كل الالعاب.
يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي كابتن خالد مرتجي واستاذ عمرو فاروق كل المجلس يعني بصراحه داعمين الالعاب الاخرى في النادي الاهلي بشكل قوي جدا. ظهر ده في الموسم ده بالذات. الموسم ده الاهلي عمل تغيرات كتيره جدا في النادي الاهلي لاول مره من فتره. الاهلي غير مديرين فنيين في الفتره دي وجاب لعيبه اجانب في كل اللعبات تقريبا او اغلب اللعبات. طبعا كل ده بتخطيط وكمان بمساعده وجهد مبذول من الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، لان الكابتن خالد العوضي اللي اقدر اقوله عليه ان هو بينامش، هو حرفيا قدر يكمل كل الحدث الناقصه في النادي الاهلي في كل الالعاب، وقدر يجيب كل الصفقات. يمكن سافر هولندا عشان يجيب لعيب من بورتوريكو في الطايره، ده حاجه ما حدش بيعمل الحاجات دي، بس هو قدر يعمل ده. هو طبعا اهلاوي وطبعا مشجع درجه ثالثه وراجل مسؤول اهلاوي وكان نجم اهلاوي في كره اليد، فاكيد النادي الاهلي بيدعم ومجلس الاداره بيدعم، واتمنى ان السنه دي نشوف انجازات احسن من السنه اللي فاتت، مش بس في كره السله، في كل الالعاب بقى، في اليد وفي الطايره وفي كل الالعاب طبعا، وفي الاسكواش وفي تنس الطاوله اكتر. فالنادي الاهلي بيدعم، لا بيدعم لعيبته طبعا، الحاجه كلها متوفره، المستحقات موجوده، المديرين الفنيين سواء الاجانب او اللعيبه الاجانب واخدين مستحقاتهم على طول، مكافآت موجوده، في دعم دايما للمجلس الاداره بيظهر في الماتشات الكبيره او حتى الماتشات الصغيره، سواء في صاله صغيره او في صاله كبيره بره القاهره او جوه بره، يعني جوه القاهره او بره القاهره. فاعتقد لا في دعم كبير جدا، فاتمنى ان الدعم ده يترتب عليه بقى ان اللعيبه تبذل اقصى جهد وتحقق انجازات تعوض بيها الحاجات اللي ما حققناهاش في السنه اللي فاتت. ايه الالعاب اللي انت شايف انها فعلا محتاجه دعم زياده لسه، محتاجه ما خدتش حقها قوي؟ انا شايف ان يمكن الاهلي في كره الطايره محتاج يدعم شويه السنه دي، يمكن بعد ما خسر الدوري والكاس السنه فاتت في الرجال يقدر يدعم السنه دي شويه عشان يعني يعمل انجازات اكبر. لكن الموسم بدا وطبعا في فتره انتقالات خلصت ولسه عندك الفتره الجايه يعني، لكن الاهلي ماشي بشكل كويس، يمكن ماشي كويس في الدوري، لسه البطولات ما فيش اي بطولات انتهت في الكره الطايره مثلا، بس لسه في دوري شغال وكاس مصر، في بطوله افريقيا هتبقى موجوده ان شاء الله، الاهلي هيستضيف كمان بطوله افريقيا لليد رجال وسيدات وبطوله السوبر الافريقي لكره اليد. وده برده لما بنتكلم ان مصر بتستضيف، فبنقولش مصر بتستضيف وبرده النادي الاهلي طبعا جزء من مصر ومنظومه ومؤسسه رياضيه كبيره، النادي الاهلي هيستضيف السنه دي في الصاله بتاعته بطوله افريقيا اليد اللي هي للانديه رجال وسيدات، وهيستضيف السوبر الافريقي المؤهل لكاس عالم الانديه، دي برده حاجه كبيره جدا. فانا شايف ان الدنيا ماشيه كويسه لحد دلوقتي، يمكن في بتحصل هزات في بعض الفرق الرياضيه في النادي الاهلي، لكن نقدر نعوض، ولازم يبقى هدفنا دايما ان احنا ناخد البطولات ونعمل موسم احسن من الموسم اللي قبل. علي اللي انت بتقوله ده واستضافه النادي الاهلي للبطولات، خلينا نوضح للناس انه الاستضافه ده مش بس عشان يبقى احنا بنتشرف بالاستضافه دي، لا ده في حاجه اسمها الاقتصاد الرياضي والاستثمار الرياضي، وان النادي الاهلي في السنين اللي فاتت يعني بنتكلم عن فرع التجمع، الاستثمار الرياضي اللي الاهلي بيعمله، انت بتشوف بقى ده اهميته ازاي ان الانديه زي النادي الاهلي يعملوا استثمار رياضي اكتر في مصر؟ اكيد الاستثمار الرياضي مهم جدا، يمكن الاهلي فعلا بيعلن عن فرع التجمع الخامس وفرع العالمين، فبيتوسع بيتوسع ده لانه تاريخه كبير، اعضائه كتير، لان جماهيره كتير، لان شعبيته زادت اكتر من الاول، لانه كمان العوائد الماديه اللي شايفين يعني ميزانيه تاريخيه للنادي الاهلي، عقد رعايه تاريخي ما حصلش قبل كده في اي نادي الاكبر. طبعا الاكبر طبعا. فانا شايف ده خطوه كويسه، والاستثمار الرياضي هو اللي جاي، هو الرياضة مش بقتش رياضة، بقت رياضة وصناعة وأمور مالية وعقود رعاية، كل ده موجود، لازم يكون موجود. فأنا شايف النادي الأهلي بتوسع سواء بقى في الفرع الجديد أو الفرع كمان بتاع العالمين أو الحاجات دي كلها. هو اللي احنا شايفينه على الشاشة ده لقطات من فرع التجمع، يعني حاجة إن شاء الله تكون مبهرة، ويكون لما يتم افتتاحه بشكل رسمي نشوف حاجة كويسة جدا، وكمان فرع العالمين إن شاء الله اللي هيتم افتتاحه برضه حاجات كويسه جدا. والتوسع ده حاجه مهمه، وان يبقى عندك اكتر من فرع زي الانديه الكبيره طبعا، دي حاجه كويسه جدا، يعني انا شايف ده حاجه كويسه، ودي خطوه اقتصاديه كويسه جدا للاهلي، مش بس بنشتغل على الجانب الرياضي، بنشتغل على الجانب الاجتماعي والجانب الاستثماري، الملاعب، ملاعب البادل الجديده اللي كمان اتعملت في ملعب في الجزيره، وملاعب دي في مدينه ده فرع مدينه نصر تقريبا اعتقد، ده فرع التجمع ده كله فرع التجمع. عارف يا علي في ناس من كتر حبها طبعا في النادي الاهلي، حبها ان هي عايزه الكوره والكوره رقم واحد وهكذا، يقول لك ايه، لا انت اشتري لعيبه ما تعملش فرع جديد. انا عايزك تقول اهميه ده، انه ده مهم ان انا اشتري لعيبه وانا بعمل ده اوريدي، بس اهميه ان انا اعمل فروع جديده للنادي انا مش بعملها منظره. هو النادي الاهلي مش نادي كره قدم بالظبط، هو النادي الاهلي نادي رياضي ونادي اجتماعي، وفي الاصل طبعا يعني ليه اعضاء بالملايين طبعا في كل مكان، انك بتعمل لهم فروع
وبتعمل لهم خدمات مميزه اجتماعيه. وكمان النادي الفروع الجديده دي ما هي برضو بتضيف للابطال في اماكن معينه زي التجمع، الناس الاهلاويه اللي في التجمع يقدروا يروحوا النادي يلعبوا في كل الالعاب، يتمرنوا ويخشوا في الانشطه المختلفه اللي هناك. فده برضو ما ده برضو جانب رياضي. صحيح. يعني جانب رياضي وجانب اجتماعي، فالتوسع ده حاجه كويسه جدا، وان شاء الله ربنا يوفق يعني النادي الاهلي في السنه الجديده. عايزين نكمل معاك حصاد 2022 وتقول لنا منتخب مصر كرة القدم. منتخب مصر كرة القدم يمكن السنة اللي فاتت كانت الأسوأ للأسف، الأسوأ في كل حاجة، يمكن نتائج وأزمات وحاجات ما كناش نتمناها، يمكن فقدنا كأس الأمم الأفريقية من السنغال، وللأسف كانت لعنة السنغال تاني في كأس العالم، ما صعدناش كأس العالم، يمكن شفنا كأس العالم في قطر كان كأس عالم أو نسخة تاريخية، كان الناس كلها بتتكلم عن منتخب المغرب واللي حققه، وكلنا كنا بنشجع المغرب، كلنا كنا بنشجع السعودية لما كسبت الأرجنتين. كاس العالم كان مميز جدا في دوله عربيه زي قطر، عملت تنظيم تاريخي، كنا نتمنى منتخب مصر يكون متواجد، لكن منتخب مصر مر بسنه مش كويسه، لكن اتمنى ان السنه الجايه الدنيا تتظبط شويه مع المدير الفني روي ريو فيتوريا او رو فيتوريا ان شاء الله، يكون الدنيا احسن شويه، نقدر ناخد كاس الامم الافريقيه اللي جايه، ونقدر نتاهل كاس العالم اللي جاي في امريكا وكندا والمكسيك. الموضوع مش صعب، بس هو بالتخطيط وبالاجتهاد وبانك تمشي صح هتوصل صح زي منتخب المغرب. فانا شايف ان احنا لازم نمشي صح عشان نعوض اللي فاتنا، لان احنا منتخب مصر ما ينفعش يبقى مصنف رابع عربيا ولا افريقيا، ما ياخدش كاس امم افريقيا. احنا كنا بناخد مع كابتن حسن شحاته 3 امم افريقيا ورا بعض، ورحنا كاس عالم مع كوبر. فلا عايز اسالك على ده قبل ما وقت فقرتنا يخلص، المدرب المصري ولا الاجنبي ولا ما فيش فرق؟ لا انا شايفها عاديه. لا ممكن مدرب مصري وممكن مدرب وطني وممكن مدرب اجنبي. لا هي الفكره في التخطيط، انت لو مدرب وطني هيوصلك وانت هتخطط له صح هيحقق انجازات زي كابتن حسن شحاته، لو مدرب اجنبي ما كوبر وصلنا كاس عالم. ممكن نختلف على طريقه اللعب، ممكن نختلف على اي حاجه، لكن وصلك كاس عالم. في الاخر رحت وخسرت ورجعت، بس مدرب السعوديه مثلا، مدرب السعوديه يعني هيرفي رينال مدرب فرنسي قوي جدا من افضل المدربين في افريقيا، انا شايفه مدرب عبقري، كنا ممكن نتعاقد معاه من سنين، لكن للاسف حصلت ازمات وحصلت مشاكل وما تعاقدناش معاه. اهو الوقت بيشرف دلوقتي طبعا بخمس اضعاف الفلوس اللي ايوه احنا بننهم. وليد الركراكي مدرب وطني مغربي شاب عنده حاجه و40 سنه، وصل بالمغرب لاكبر انجاز عربي وافريقي في تاريخ كاس العالم، فحاجه طبعا تاريخيه وحاجه كبيره جدا. اتمنى كعلي ان اشوف مدرب وطني بيوصل منتخب مصر لكاس العالم وبياخد منهم كاس افريقيا زي كابتن حسن شحاته ويكرر الانجازات دي. هيحصل بجد أكيد. ان شاء الله. يعني بشكرك جدا وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله من مكاننا هنا بندعم منتخب مصر وبندعم الاهلي، وان شاء الله نحقق كل البطولات. للاسف خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات البرنامج، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة ضربة حرة. الفقرة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن احنا هنتكلم فيها عن موضوع مهم ومتأخرين فيه شوية. الموضوع ده هو أهمية وجود استشاري نفسي في الأندية المصرية، واللي بيكون موجود في الأندية الكبيرة. النادي الأهلي زمان كان فيه طبيب نفسي أيام مدير الفني مانويل جوزيه، وكان موجود ساعتها دكتور محمد فكري. فاحنا بنتكلم دلوقتي بشكل عام عن أهمية أن كل الأندية المصرية تقدر تطور المنظومة الرياضية بتاعتها في مصر، لازم يكون عندها دكتور نفسي، خصوصا أن ما حدش فينا يقدر ينكر دور الطبيب أو الاستشاري النفسي اللي بيقدر يساعدنا بتقديمه لحلول لينا نمشي عليها وتأهيل نفسي لينا في كل مواقف حياتنا. لما نيجي نتكلم عن لعيبة ورياضيين بيتعرضوا لفوز وهزيمة وضغط ماتشات، محتاجين تجديد حافز، سواء ده كان في الكورة أو الرياضات عموما بكل ما فيها بشكل عام. هنلاقي وجود الاستشاري النفسي مهم جدا وضروري ليهم. علشان كده منورنا النهاردة دكتور أحمد علامي أميرة. بالظبط يا هند، زي ما قلتي الأهلي طول عمره في، يعني احنا ما بنتكلمش في حاجه مستحدثه في الفتره الاخيره، وخصوصا مع ظهور فيروس كورونا اتجهت كل الانديه العالميه في اوروبا للموضوع ده، وانهم يعتمدوا على الطبيب النفسي. والموضوع كان بدا مع فريق ليفربول الانجليزي اللي بيلعب فيه طبعا محمد صلاح في شهر مارس اللي فات ابتدى الموضوع، بعد ما شافوا ان الطبيب بيلعب دور رئيسي ومهم في مساعده اللعيبه على تخفيف اي قلق ممكن يعانوا منه. وجي بعديه ريال مدريد الاسباني، ومن بعديهم ارسنال. فالموضوع
الموضوع بقى منتشر والأندية الأوروبية بتشوف إن ده بقى حاجة إلزامية في الفريق والجهاز الطبي، لأن محتاجين ده في حياتنا، حد يرشدنا وينصحنا ويقوينا. يعني قرارات كتير بعد ما بنتخذها إحنا بناخدها بنكتشف إننا خدناها تحت ضغط ونرجع نندم عليها. أوقات بنخسر حاجة عاملين حسابنا عليها فنلاقي نفسنا برضو دخلنا في مود مش لطيف بيأثر علينا مدة طويلة. فما بالك بقى اللعيب، شخص مسؤول مجتهد وعليه ضغط طول الوقت من الجمهور انه يؤدي افضل ما عنده في الملعب وانه لازم يكسب ولازم يفرح الجمهور. فتخيل لما بيخسر او يحصل له مشكله في حياته بيحصل له ايه؟ اكيد بيحبط. فخلينا نتكلم في الموضوع ده باستفاضه اكتر مع الدكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه وعلم النفس الرياضي. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. كل سنه وانت طيب. استاذه هند انا بحضرتك طيبه وانتم طيبين يا رب دايما ان شاء الله. برنامج جميل وسعيد كده ان شاء الله. اهميه يا دكتور وجود طبيب نفسي في للعيبه مع الضغط اللي بيتعرضوا له، حضرتك شايف كمان بزياده مع وجود السوشيال ميديا قد ايه بقى في ضغط من الخساره، ما فيش اي جمهور بيقبل خساره من اي لعيب، فاهميه ده كلمني عنه. طبيب نفسي او اخصائي علم النفس الرياضي زي ما التخصص بتاعي بالزبط. ويمكن انا هنا هشرح حاجه مهمه جدا. حضرتك كلنا بنبقى عايزين حد في علم النفس، تمام؟ صحيح. او يعني بنهتم بحاجه زي كده. انما هل حضرتك سمعتي عن حد مثلا اخصائي او حد او مجال اسمه علم نفس للاعلاميين، علم نفس للاطباء، علم نفس مثلا؟ لا، قال لك علم النفس للرياضيين. يعني انا علم النفس للاول حاجه كبيره جدا، انا خدت منها حته صغيره او حته معينه، انا بتكلم الرياضي فقط. طب ايه اللي خلاهم يعملوا كده، او علماء النفس ايه اللي خلاهم يفكروا في ان انا اتخصص او اعمل تخصص في علم النفس للرياضيين فقط؟ قالك لان ده الانسان الوحيد اللي بيأدي عمل وقد يكون من سن صغيره لحد كبيره قدام عدد كبير من الجمهور، وممكن يتعرض زي ما حضرتك قلتي مثلا للاهانه او تقليل منه، ممكن يتعرض للمدح الشديد، ما هو برضه المدح ده بيأثر في نفسيتنا، فبالتالي ممكن يتعرض ده من قطاع كبير. يعني مثلا الموظف اللي بيأدي عمل قدام جمهور هيبقى قدامه كام؟ 50 20 30، ومش كلهم هيشتموه في نفس الوقت. صحيح. ولا هيمدحوه في نفس الوقت، فبالتالي قال لك الضغوط اللي عليه بتبقى كبيره جدا. فانا عشان كده عايز اول حاجه افهم السلوك بتاعه، افسر السلوك بتاعه، استطيع ان انا اعدل السلوك بتاعه، واستطيع كمان ان انا اتنبأ له بالسلوك القادم. فده يبقى لازم يكون له علم مخصوص ويكون له حد مخصوص في مختلف المجالات، وليس كرة القدم للفريق الكبير فقط. عشان حضرتك مثلا ذكرتي قلتي حاجه جميله ان هي كان مانويل جوزيه من سنوات طويله عامل كده، والانديه الاوروبيه بتعمل هذا التخصص، طبيب نفسي او استشاري علم نفس رياضي وحد متخصص في التنميه البشريه. اوكي، ده جميل جدا. انما احنا هنا بنتكلم برضو على قطاع كره القدم، اللعيبه او الفريق الكبير، انما فين قطاعات الناشئين دي كلها والاشبال اللي هم قد يكونوا محتاجين اكتر؟ ومع حضراتكم في الحلقه صحيح. هشرح ده ليه، لان انا عارف ان في اولياء امور كتير في لعبات كتيره جدا في انديه مختلفه كانوا محتاجين حاجه زي كده، ويقولوا يا ريت ان حاجه زي كده تكون موجوده، ولكن الانديه للاسف مش عارف ليه مش متوفره. دكتور حضرتك دلوقتي خليني اخد من كلامك عن الناشئين، هل وجود طبيب او استشاري نفسي في فرق الناشئين ده يقدر يساعدني اكتر ان انا اطلع من الناشئين دول لعيبه مهاريين اكتر مثلا؟ احافظ على المواهب اللي موجوده عندي. انا بيجي لي مدرب عادي جدا مش مقتنع بلعيب، قد يكون اللعيب ده فعلا موهبه تستحقه، واحنا شفنا كتير قوي في المواهب عندنا بعد ما بيسيب نادي او يروح، انما في ناس ما بتسيبش بتبطل، يعني ما بيسيبش نادي يروح نادي، ده بيبطل اصلا خالص وهو صغير نتيجه مدرب. يعني انا هقول لحضراتكم المثال بمنتهى البساطه، والناس الرياضيين هيبقوا عارفين هذا الكلام. لاعب بيروح التمرينات باستمرار، اقول مثلا ناشئ تحت اي سن 14 12 اي حاجه، بيروح تدريبات باستمرار وملتزم وكان مثلا بيلعب كويس، ولكن جه مدرب وجهه نظره ان هو ما يلعبوش، او هو لعيب كويس بس من وجهه نظره ما يلعبوش، فابتدى يروح التدريبات باستمرار، وبعدين لقى نفسه ما بينزلش خالص، وبعدين هيجي اهله يقول له طب يا ابني انت ما بتروحش بتروح التدريبات كل يوم وبتلتزم، وبيقول لك في اتوبيس مثلا رايح الساعه كذا الصبح علشان نروح نادي الفلاني، ولا علشان نلعب مباراه هنعسكر في مكان كذا، هتروح لك ثلاث اربع ايام تفضل قاعد على الخط، تصحى من بدري، تفضل قاعد في الشمس عشان ما بتلعبش اصلا، وعارف نفسك انك مش هتلعب، لا خليك بقى في الدراسه بتاعتك احسن. وتبص تلاقي حضرتك ان اهله بطلوه، او هو نفسه من كتر اللي هو المروح ده حصل له عمليه احباط فبطل مرفوض. فبطل ان هو يلعب، لان هو كمان صغير وما فيش حد كمان وجهه. والمدرب حقيقه، المدربين حقيقه مش بيهتم بهذا الامر على الاطلاق، اللي انا شفته في الملاعب اغلبها يعني في القطاعات كلها ما بيهتموش بايه، بحته ان انا اكلمه بالناحيه النفسيه، انت كويس انا هستخدمك بعدين، خلي بالك انت ان شاء الله هتكسبني، بس في وقت الكلام ده ما بيتقالش للناشئين، الناشئين اطلع خش انت اطلع بره مش عارف ايه، انا اللي سايق قراري. ما بيبقاش فيه
الاهتمام بالجوانب دي. طب مين اللي يهتم بلاعب لاعب؟ خلي بال حضرتك احنا عندنا امور نفسيه هتبقى للفريق ككل، ان انا اديهم حوافز ودوافع والكلام ده كله، وممكن كل لاعب على حده، لازم يبقى في حد متخصص مع اللاعب لاعب على حده، يكلم ده شوف ده وضعه ايه، ويبقى فاهم في الرياضه اللي هو بيتكلم فيها. عشان كده قلنا علم نفس رياضي مش طبيب نفسي فقط، طبيب نفسي ممكن يتكلم على علاج لامراض، ممكن ما يكونش متبحر قوي في المجال الرياضي، انما لازم حد يبقى منهم فاهم يعني ايه الرياضه، فاهم ازاي ادي دوافع، ومش بس عند الهزيمه. استاذه امين حضرتك قلتي عند الهزيمه، ده انا ممكن عند الفوز الكتير. نادي زي النادي الاهلي اوقات بيبقى بيكسب كتير جدا في مختلف الالعاب. طيب انا هنزل ماتش جاي مع فرقه مثلا بالنسبه لي ضعيفه، وانا كسبان كل اللي فات، وانا مثلا حصلت على الدوري اصلا، ممكن العب باستهتار اكثر، ممكن العب باستهتار اكثر، ممكن ما العبش كويس، ممكن العب. طب ايه الدافع اللي انا اشتغل عليه؟ لازم يبقى ده، هيبقى ده تخصص حد فاهم في هذا التخصص، ان انا اديهم دوافع عامله ازاي، ادي كل واحد على حده ازاي عشان في الاخر يكسب، علشان يؤدي، فبيبتدوا يخلقوا لهم دوافع. اللعيبه بره عايشين على الدوافع. طولت لحضرتك، كاس العالم كانت لسه خلصانه، اتكلم على واحد زي كريستيانو رونالدو اللي بكل اللي حققه ده، لما جاب هدف ما اتحسبش قاعد مموت نفسه عشان يحسبه. طب ما هتقولي طب ما هو كده كده مش قاسم، ما اتحسبلوش، هو اتحسب الهدف، اتحسب، ولكن ما اتحسبلوش هو، اتحسب لزميله. طب عادي، ايه يعني ما اتحسب لزميله واتحسب للمنتخب؟ انا عايز رقم بزبط. فبيشتغل ايه؟ انا عمال اشتغل، انا عايز الرقم ده. فبيدي نفسه دافع، ما هو حقق كل حاجه، ايه الدافع الجديد اللي انا اديه لنفسي؟ لا ده انا عايز اجيب رقم ان انا اعادل كذا. فبالتالي هنا الحاجه دي لو اللاعب مش عارف يعملها لنفسه لازم حد يعملها له، وخاصه الناشئين مش عارفوا يعملوا الحاجه دي، ولا البراعم الصغيره هيعرف يعمل. فاحنا بنحافظ على مواهبنا اللي في الاخر هتقعد في البيت او مش هيلعب، بسبب ان المدرب بتبقى وجهه نظره قد تكون خاطئه، او هو يزهق، او هو مدرب بيعامله وحش. على فكره ممكن يبقى بيلعبه بس يعامله وحش، وانا شفت الكلام ده طبعا. على فكره بيعامل اللعيبه مثلا بطريقه مش كويسه، ولكن او اللعيب ده تحديدا، ولكن ممكن ساعات بيبقى لعيب شايف نفسه شويه مستهتر شويه، ما بيلتزمش قوي، بس هو لعيب يعني عايز حد بقى يقاومه في الحته دي. المدرب بيروح داخل ايه، يزعق ويعمل وبتاع، انت ما بتجيش في الميعاد، طب اتفضل برضه مع الاهل بطريقه غلط مع الاهل. الاهل برضه مش بيبقوا عندهم اللي نزود الوعي بتاع ان احنا نأهل اللعيبه بتاعتنا انهم مبدأ ايه، يقبلوا الخساره، وانهم يلاقوا دايما دوافع في المكسب. يعني مش خلاص زي ما حضرتك بتقول مش بس في الخساره، بس اللي بحسه بيوجع قوي الجمهور صعب، الجمهور صعب، والسوشيال ميديا زي ما بقول لحضرتك برضو صعب جدا، اما بترحمش مش بس لعيبه الكوره، يمكن اي حد مشهور او بينجح او بيحقق حاجه على السوشيال ميديا والناس كلها قاعده بيبقى فيه فعلا جلد. ازاي حضرتك تقدر تدي نصيحه ان احنا نقوي مناعه الناس، او مناعه اللعيبه، مناعه المشاهير، مناعه اي حد مشهور؟ لازم طبعا يبقى هو زي ما بقول حضرتك يخلق الدوافع دي. هو انا مش هقول ان كله هيعرف يخلقها من جواه، ولكن دايما يحط لنفسه دوافع، دايما يحفز نفسه. في على فكره تمرينات كمان بتتعمل لمثل هذه الامور، في امور استرخائيه، حاجات هو مش هيعرف يعملها، ولكن احنا دايما بنقول هو من جواه يقدر يحفز نفسه، لان الموضوع زي ما حضرتك قلتي على السوشيال ميديا صعب، وفي الملاعب اصعب. لما حضرتك تشوفي لاعب ناشئ مثلا حارس مرمى لفرقه من الفرق، ويبقى مثلا في ملاعب الناشئين ما بيبقاش في حواجز قوي وبتاع، والناس واقفه زي مثلا ملاعب الكبار، وامن والكلام ده كله مش بيبقى موجود قوي بالدرجه الكبيره، والاقي مثلا واقف له مثلا هو الماتش مثلا ايه يعني على الحروق كده ولا حاجه، وهو شغال كويس، يجي له مثلا ولاد من ورا مثلا بتوع الفريق مثلا الاكبر شويه، يقعدوا مثلا يشتموه بالاهل او بالاب والام، انت ما بتعرفش تصد، انت مثلا لعيب، فيدوا له هذه الكلمات. طب هو ولد صغير مش عارف يعمل ايه، والمدرب مش عارف ينقذه، ودول واقفين بيدوا له كلام من تحت لتحت ما حدش واخد باله منه. فبالتالي ازاي بقى واحد زي ده يبقى هو في الهجمه اللي جايه بتطلبي منه حضرتك انه ينقذ الكوره، وعمال يتشتم وعمال يتقال له كده وهو مش عارف. عشان كده بنقول لازم التاهيل يبقى زي ما احنا قلنا من المدربين مبدئيا، ويقول له الحاجات دي هتتعمل من الاهل، دايما يدفعوا يا جماعه محمد صلاح انا شايف ان هو صناعه والده او والده والدته، لانه هو ما عندوش هذه المقومات، ولكن والد بيروح معاه وبيدفعه وبيقول له، اكيد هما ماشيين في الطريق اربع خمس ساعات بيحكي له وبيتكلم معاه وبيديله دوافع، فبالتالي هو طلع هذه الشخصيه. وبالتالي هو دلوقتي عنده طبيب نفسي خاص بيه، اثنين اخصائيين نفسيين وتنميه بشريه، هما الاثنين معاه علشان حته الدوافع. اقول لحضرتك على حاجه، طبعا هل ما فيش حد في مصر كلها عنده مثلا الحرفنه بتاعت محمد صلاح؟ لا، فيه، بس ما حدش عنده المنتاليتي، ما حدش عنده الدوافع النفسيه اللي هو يعملها، انما فيه طبعا لعيبه، وممكن يكونوا معروفين وممكن يكون في منهم مش معروفين. كم فقدنا من لعيبه معروفه؟ الانديه كمان استثماراتكم يا جماعه، بنقول الانديه استثمار، ان انا بدفع فلوس في لاعب ثم في الاخر يجي يقول لك ايه، اصل هو جه النادي فما تحملش الضغوط عشان هو طول الوقت مطلوب بطوله وكان بيلعب في نادي صغير. طب ما هو تحميل الضغوط دي، ما هو محتاج حد
يديله الحته بتاعه الضغوط لوحده، يشتغل معاه لوحده مش مع الفئه مش مع التيم ككل. فبالتالي بيجي انديه بتستثمر في لاعب كبير جدا، وابص الاقي بعد كده راح بفلوس قليله. اللاعب ناشئ زي ما قلت لحضرتك كان ممكن يتباع، يقول لك ده اللاعب ده ان شاء الله لما يكبر هو ده اللي هيبقى يجيب داخل النادي. على فكره بنتكلم على كمان على الانديه الصغيره اللي ممكن لو دخل لها مثلا 200,000 300,000 ده هيبقى هيغطي له حاجه كبيره جدا. فلو باع لاعب بالسعر ده هيبقى حاجه كويسه بالنسبه له. ابص الاقي مثلا استغنى عنه او مدرب خلاه يبطل خالص ان هو يبقى. فدي كلها عشان كده بقول الدوافع لازم تبقى من داخلنا احنا، بنقول لهم يعني حاجات بسيطه ولكن هم محتاجين برضو استشير واسال. انا كولي امر الدوافع من اجل ان انا اكمل بنفس الحماس، بنفس الحماس. قبول الهزيمه، الضغوط قبول الهزيمه، قبول الهزيمه. لازم ابقى عارف ان الرياضه طول ما انت ارتضيت لنفسك لعبه رياضيه، واحنا بنقول للناس كلها هتتهزم، لازم هتتهزم في مهما كنت. البرازيل اتغلبت تمام، اي دوله او اي فرقه او اي منتخب لازم هيجي له هزيمه. فانت لازم تتقبل ان احنا عندنا روح رياضيه للهزيمه، تقبلها تمام، بس خد من الهزيمه دي دافع انك تتعلم ايه هي اخطائك فالمره الجايه ما تتهزمش. هي يعني انت تبقى اتهزمت مره بس ممكن تاخد المدار البطوله تكسب، بس انت لو اتهزمت مره وخدتها احباط ليك وانا وحش وانا مش كويس مش هتكسب بعد كده. وعايزين نقول زي ما بقول لحضرتك ان كمان حاجه مهمه جدا، عندنا حاجه اسمها ان العقل بيبني على اخر تجربه. لو اخر تجربه معايا سيئه لازم اخرج السيء ده واشتغل على الجديد. نقول للاولاد وانت داخل تنام حاجه اسمها حاجه بسيطه جدا قبل ما تنام، بدي هوم ورك العقل الباطن. هوم ورك ايه؟ بسيط جدا، اقعد شوف نفسك في الملعب مع الفرقه دي او مع فرقه تانية كنت عامل معاها اداء كويس، شوف نفسك لمده ساعه قبل النوم. انا على نفسي بعمل كده مع ابني، شوف ساعه قبل النوم. دكتور ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ انا كنت بعمل ده من غير ما اعرف انه تمرين، وانا صغيره ما اعرفش كنت بتخيل نفسي اوقات انه انا معروفه، مع ان انا كنت عايزه ابقى مهندسه مثلا. والحياه مشيت والظروف مشيت انه مشيت في الطريق ده. هل احنا فعلا لما بنقعد نتخيل حاجات الطاقه بتاعتنا بتحرك الظروف وكل حاجه تجاه الحاجات دي؟ احنا كل حاجه شغاله عندنا بعقلنا الباطن. حضرتك عملت ايه؟ اديتي زي ما قلت حضرتك عقلك الباطن طول الوقت مشغلاه على حته ان انت انا هبقى كذا وان انا عايز ابقى كذا. فزي ما يكون معاكي واحد او واحده تانية بترشدك بتقول لك خلي بالك روحي ادرسي الحاجه. يعني انت مثلا ممكن تبقي ماشيه مش شايفه بس يديكي عنوان مثلا على النت او في الشارع لدراسه حاجه معينه، لاعلان عن حاجه، لهدف تحققيه. فانت طول الوقت شغاله فبتعملي هذا المخزون فعالك الباطن. فلما تيجي حضرتك تلاقي نفسك ناس كثيره من اللي عملت الحاجه اللي حضرتك بتقوليها، وساعات بنسميها كمان ايه؟ التخيل الابتكاري. يعني كمان مش بتخيل بس، ده انا بتخيل وبعمل نفسي افضل حاجه، بحط السيناريو المظبوط وبيتحقق. يعني يمكن ممكن دي بتتحقق مع حضرتك، شايف ابتسامتك بتقول كده. اتحقق فعلا. يعني انا بربطها والله كمان يا دكتور بقصه اللي هو ايه، انا عند ظن عبدي، يعني ان ربنا بيقول لك تفائل. فانا لما بتفائل فعلا ان الشيء ده يحصل حتى بالنيه، يعني نيه الصبح كده ان انا النهارده اليوم هيبقى حلو، او النهارده انا عندي نيه، عايزه نيه نجاح، فعلا بحس ان في حاجات كتير قوي بتحصل كان الكون هو اللي بتشتغل، كان الكون كله بيشتغل لحضرتك في اليوم ده. زي ما حضرتك قلت كل حاجه بتعمل وكل حاجه بنفكر فيها بتتوسع وتنتشر. فانا لو شفت مثلا نفسي اجيب مثلا موبايل ماركه عربيه ماركه معينه، هفضل اشوف كل الحاجات العربيه او الموبايل اللي انا بشوفه كتير، مع ان هو مش كتير ولا حاجه، اللي قاعد جنبي مش شايفه كتير. هو ايه اللي بيحصل؟ عقلي الباطن كانه بيشاور لي بص في واحد اهو، في واحد كمان ناحيه، في الاستاذه مثلا هند ماسكه واحد حطها على جنب، فهو خلاهم لي كتير. فبالتالي هو كمان ده الكلام في النجاحات بتاعتنا وفي الشغل بتاعنا. كمان مهم جدا يبقى احنا عارفين الحركه بتاعتي والاداء بيجي منين. بيجي اولا مخ بيدي اشاره للاجهزه العصبيه، بتدي اشاره للاجهزه الحركيه، بتيجي معاها الحركه. لو انا عندي تشويش في الاول على حته المخ مثلا، نازل كده يعني خانع شويه، حاسس ان انا اصلا هتهزم مش عارف ايه، فكان ده بيشوش لي، فالحركه بتيجي بطيئه بتقل شويه. احنا لسه مكملين كلامنا مع حضرتك، لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ومكملين فقرتنا مع دكتور احمد علام. دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل وبنقول الضغط اللي على اللعيبه، يعني دي بجد مشكله. يعني انت ممكن تلاقي لعيب جامد جدا وعامل كل اللي عليه وضيع ضربه جزاء، الهجوم اللي بيتعرض له. انا عندي هنا سؤالين بيخص اللعيبه وغير اللعيبه. يعني بتفضل ان الناس تقعد تقرا كل الحاجات السلبيه اللي بتقابلها على السوشيال ميديا، ولا التجاهل في المواقف دي بيكون افضل؟ لا، التجاهل في الوقت ده بيكون افضل. هتلاقي حتى كان عندنا مثلا يقول كابتن جوري كابتن حسن شحاته زمان كانوا بيقدروا يسحبوا، ما كانش فيه موبايلات، بس يقفل التلفزيونات بالليل، ممنوع الجرايد، ممنوع، عشان يفضل طول الوقت مركز على اللي انا بقوله التركيز، لان ده بيشوش على التركيز بتاعه. فيفضل لو يقدر في ناس ما، انما لو بيقرا بس بيعرف يفصل ده كويس، بس مش كل الناس بتعرف تفصل. ومع الوضع في الاعتبار ان في حته حاجه عايز اقولها،
أصبحنا دلوقتي في العلم الحديث بنقول إن الجانب الفني أو البدني هو لا يقل عن الجانب النفسي في الرياضة، يعني الاثنين مساويين لبعض. مش تفتكرش إن أنا هديله جانب بدني ومهاري وأديله تمرينات ما شاء الله كويس جدا، ولكن الجانب النفسي زي ما حضرتك قلتي إزالة الضغوط دي مهمة، التحفيز قبل المباريات دي مهمة، الحد اللي احنا قلنا عليه إنه هو مثلا ما أداش كويس، طب أنا عايز برضو أخليه أدفعه. طب ممكن بيجي لي لاعب ما اداش كويس ثلاث اربع مرات ورا بعض، فعم بيبتدي يترسخ في نفسه ان هو مش كويس. فانا لو اللعيب ده لازم ان انا برضه يبقى عندي حته الدوافع ان انا اشتغل له، ايه الدافع اللي انا ممكن اديهوله. فدايما بيبقى ده اختصاص زي ما بقول لحضرتك، اختصاص لوحده، لان زي ما عندي مدرب احمال، طب ما هو المدرب المدير الفني بيعرف يعمل الاحمال صح؟ ما هو ده يا دكتور مهم، بس انت ما عندناش هنا ثقافه برضو. انت اي حد بيروح لدكتور نفسي بيبقى مجنون. مش دكتور، عشان الدكتور هيقول لك مجنون. ما انا فاهمه، بس علشان تدخل برضو الفكره دي، هي ليه لغايه دلوقتي مش متطبقه مع انها مهمه جدا؟ والله علشان عدم قناعه ممكن يكون مسؤولين معينين في الانديه عامه، وبعدين هو لو نادي او اتنين عملوها، وان شاء الله نادي الاهلي اكيد نادي رائد في الحاجات دي، هتبص تلاقي الناس قالت ديك. هو لو نادي الاهلي بس عملها في القطاعات كلها، انا بتكلم على قلنا عدم قناعه النادي نفسه، ففي قناعه اللاعبين، يعني هم يعني يقدروا ان هم يعملوا ده لوحدهم. كلامك مظبوط، هو بيعمل كده. طب ما محمد صلاح بيعمل كده ليه؟ الانديه اللي حضرتك ذكرتيها بره بتعمل الكلام ده، هل هم ما عندهمش قناعه؟ احنا بس بيجي لنا الحاجه متاخره شويه، كل حاجه التكنولوجيا. احنا كان عندنا ده، يعني ده كان موجود مع مانويل جوزيه، كان موجود طبيب نفسي مع الفرقه او استشاري نفسي مع الفرقه، وان شاء الله يكون موجود قدام في النادي الأهلي. بس خليني أروح مع حضرتك لنقطة حضرتك ذكرتها، وهي الجماهير، وأنه أقرأ الكومنتس أو ما أقراش الكومنتس. هل في شخص يقدر أنه هو يعمل لحضرتك بتقوله أنه يفصل، أفصل عن النقد اللي بنتقده؟ في ناس بتعرف تعملها لوحدها، بس في ناس محتاجة حد يعملها لها، وفي ناس بتعرف تعمل الكلام ده لوحدها. تبص تلاقيه هو ينتقد يقول لك نفض وشيل من دماغك ما تفكرش. ممكن كمان بيبقى معاه حد، مثلا ممكن زوجة، صديق، أب، أم، يعني حد معاه بيعرف برضو يقول له كلمات حتى لو بعلم أو بدون علم، بس هو بيكلمه نصايح كده عادية، ما تفكرش وانت نازل خلاص، ركز. دايما بنقول لنفسنا، نقول لحتى اولادنا حصل حصل اللي فات خلاص، نقول لاولادنا كده في الامتحانات حتى ركز، خليك في اللي جاي خلاص، عملت اللي فات اللي فات. بنقعد نقول له كلام زي ده، فالكلام ده بيدخل برضه عنده ويستجيب ويقول خلاص انا هشتغل على اللي جاي وابتدي. فبالتالي ممكن ان انا افصل لو عرفت، ولو ممكن ما بستعين زي ما احنا قلنا بحد بقى، سواء لو النادي مش هيوفر لي. انا عارف ان في برضه العاب فرديه في بعض اللاعبين واللاعبات بيستخدموا حد برضه هم بقى بصفه يعني شخصيه، يعني هي هم بقى اللي هم بيبقى حد معاهم. حضرتك مع ولا ضد انه الرياضي او اللاعب يعاقب نفسه؟ انا خسرت النهارده، انا ما كنتش كويس النهارده، اعاقب نفسي ايا كان العقاب ايه؟ يعني العقاب ما يبقاش قسوه قوي على النفس، عشان ما عشان ما احسش بحاجه، يعني تبقى برضو تعمل لي احباط. انما ممكن يعني ما ينفعش ابقى انا مثلا خسران وراح اتفسح. ما هو دلوقتي للاسف بيحصل، ما هو بينفع بقى بينفع، بس انا بقول انا عملت ايه؟ ما انا اديت لنفسي كلام حاجه سلبيه، ان انا هخسر هكسب، هما الاثنين واحد. لا، لازم تفرق وتفرق لعقلك ما بين الخساره والمكسب، عشان هو كمان يعرف يفصل لك. ما هو العقل الباطن ده انت اللي حضرتك اللي بتدخله له، هو بيشتغل عليه. فانا دلوقتي كسبان بخرج بتفسح وبجيب حاجات حلوه، خسران بقى طب زي اللي هو هنفترض ان حضرتك ابنك مثلا ان شاء الله يبقى ناجح، حضرتك هتجيبي له هديه. طب لو فرضنا ان هو سقط، حضرتك بتجيبي له هديه، هينجح تاني؟ ما هو مش فارقه بقى، انا هسقط زي هنجح. فبالتالي انا كمان لما بعمل مع نفسي هذا الامر يفضل يبقى حاجه بسيطه، مش هقول لك عقاب، بس انا بفكر نفسي ان انا كان عندي مشكله، فابتدي ان انا اشتغل عليها وافكر في اللي جاي واشوف انا اخطات في ايه، بدون بقى اخد الكلمات السلبيه ولا الكلام ده كله، انما اشوف انا اخطات في ايه. ودايما ندي لنفسنا كلمات ايجابيه، دوافع معينه. على فكره مثلا بنشوف في لعيبه التنس بره بيكلم نفسه، الكلام اللي عندنا اللي بيكلم نفسه يبقى مجنون صح؟ هو بيكلم نفسه وبيلعب قدام الجماهير ويقول كنت عملتها كذا، كان المفروض اعمل كده، وساعات بيرمي المضرب، ساعات بيعمل. طب ما هي الحاجات دي كلها هو بيعمل ايه؟ بيكلم نفسه، بيكلم عقله الباطن، اشتغل على اللي جاي، اديني الاداء اللي انا كنت محتاجه، فين الاداء؟ الاداء ده ما طلعش ليه؟ زي ما بقول لحضرتك، علشان الحركه عندي حته متوقفه. حاجه كمان، استدعاء الذكريات السلبيه عن بعض المباريات او عن بعض الفرق. ويعني مش عايز انا بص يعني ايه، بحط حاجات معينه، بعمل تحليلات والناس تدور وراها وخليهم يشوفوا. انا مثلا ممكن اتكلم عن اخر ماتش تعادل الاهلي مثلا مع سموحه. نفتكر السنه اللي فاتت مين اللي غلب الاهلي هزيمه ما كانتش حلوه؟ سموحه صح. طيب هو النهارده مين اللعيب؟ هل اللعيبه اختلفت كتير؟ هم يمكن ثلاث لعيبه اللي جم جداد، فهي نفس اللعيبه. تمام، هو انا ما اعرفش هل هم جواهم بيفكروا في كده، يعني ممكن يكون بيفكر الفرقه دي غلبتني قبل كده، فببقى نازل عندي حته عندي خوف. دي اللي بتشغل لي بقى الحته اللي بتخلي اللعيب بيجيب الكوره بمنتهى السهوله من بعيد ويجي في ضربه الجزاء يروح مطلعها بره. ما هو الحته دي وهو بيفكر هضيعها،
هيحصل كذا، الجون ده اصله كذا، ما هو بيقول لنفسه الكلام ده لو اتحط في الحته دي ضاع. لانه اخر تجربه ذهنيه بالظبط ليه مع الفرقه دي كانت كذا، فهو بيعيد نفس التجربه طبعا الزهنية. فيا ريت يشتغل عليها مع الفرقه. ده يغير يعني اللي حضرتك بتقوله، ده يغير مسار بطولات. ما بيحصلش بقى حاجه. انا ممكن اتوقع لك احيانا نتائج ماتشات بسبب الحاجات السلبيه، بسبب نفس الكلام اللي هو النفسي. ممكن تلاقي مثلا المانيا كوستاريكا كاس العالم لعبوا بعض مره واحده قبلها، المانيا غلبت 4-2 في كاس العالم، غلبت اللي فات ده غلبت برضه 4-2 وكانت مغلوبه 2-1. هل الحاجات كلها صدف ولا هي حاجات بتبقى في الاذهان؟ انا عارف ان انا داخل الفرقه دي بلجيكا، مع اعتبار الماتش بلجيكا دي دايما بتبقى فرقه قويه، بتيجي قدام مصر عاده مصر بتغلب. صح هو دكتور وجهه نظري برضو للنقطه دي ان احنا ما بنخلصش مشاكلنا مظبوط. يعني انا اتهزمت مثلا من فرقه، ما بوقفش واقفه كده واقول والله انا كانت مشاكلي 1-2-3 والموضوع انتهى واتقبل اللي حصل وارميه ورا ظهري وامشي، انا بفضل حاطه في دماغي. اعتقد صح. لو المواضيع بتنتهي صح ما بتتكررش تاني. صح. او يديني او اخد التحليل انا احلل بقى النفسي، او حد يحلل النفسي مع البدني والحركه والفني. يبقى انا اخلي بالك ماشي الفرقه غير الفرقه، ده انت عملت كذا بس انت دايما انت بتكسب متعود كذا. يعني ممكن ابتدي اغلو ان حته اللي هي اللي بيبني على اخر تجربه دي حاجه اصلا يعني مشكله. ان هو يعني ممكن اضربها لحضرتك مثل بسيط جدا كلكم مثلا هتوقعوا فيه. لو افترضنا ان انا مثلا ساكن في شقه بطلع كل يوم الدور التاسع مثلا بالاسانسير كل يوم بقالي 40 سنه. الاسانسير جه عطل مره واحده وانا فيه، قعدت ربع ساعه بتاعه مهم فكوه. تاني يوم وانا طالع العمليه هي ده، مع ان 40 سنه يكسبوا مره صح؟ مش ال 40 سنه دول المفروض هم اللي يكسبوا المره. صحيح. وانا طالع الان اشوف حد طالع الاول، طب ما تخلي البواب كده يجي معايا، طب ادوس على الدور الثالث الاول يمكن ما فابتدي عندي حته قلق لحد ما اطمن تاني. مع ان الطبيعي ان مره ما تكسبش 40 سنه يا جماعه، بس هو حته ان مخي باني لي على اخر مره خاصه الامور السيئه. فبالتالي السيئه كمان المره بتكسب عشرات. عارف اللي حضرتك بتقوله ده بيفكرنا بعلاقات بين ازواج. صح. انه مثلا الزوج او الزوجه يبقى طول السنين مضحي وكويس وحلو وهايل، وتيجي غلطه واحده تمسح كل اللي فات، والناس بتقعد تلوم على ده انه ده صح ولا ده غلط، ويعني انت نسيت لي كل حاجه بعد اول غلطه. ولكن انت عمرك ما عملت لي كده، عمرك ما وديتيني في بقى بتبقى حاجه دي بسبب الغلطه اللي هي السيئه اللي بتمسح. التجربه السيئه بتمسح وتاخد وقت. ويقول لك كمان الثقة تاخد وقت كتير جدا لو اتهزت في انسان. يقول لك برضو حته الحكايه ان انا الانطباع الاول هو يدوم نزوده ونقول هو يدوم بس معانا حاجات تغيرت. كتير غلط. طب عايزين نعرف منك يا دكتور، بما اننا في نهايه السنه، ايه النصايح اللي ممكن نديها لاي ام عندها لاعب وعايزه تحافظ على صحته النفسيه؟ تعمل ايه وتبتدي معاه من سن قد ايه؟ يعني انا شايف بدايه الالعاب تبدا من سن ما تعديش 6 سنين 7 سنين، نبتدي يكون ملتحق بلعبه. بس اهم حاجه اختيار اللعبه، مش سن اللعبه، انا قصدي السن اللي تلجا فيه لتاهيل نفسي. لتاهيل نفسي حتى سن اللعبه وهو من البدايه من ممكن 6 سنين. ممكن تتكلم معاه كلمات على قد سنه، ما انا هتكلم مع اللاعب على قد ايه سنه. ايه بقى الحاجات اللي الامهات يعني تشجع بيها؟ يعني مثلا أولادها. ممكن اشجعه بان انت هو لسه صغير، اشجعه بان لو عملت كذا هوديك في الحته، هجيب لك كذا، هنتفسح، هناكل برجر، اي حاجه بقى على حسب الحاجات اللي هو بيحبها. انما تبتدي تشجيعات بسيطه على قده، فيبتدي يقول له هذا الامر كتشجيع منها لي. لو عملت كده النهارده عارف لو كسبت كذا، لو رحت التمرين الاول تبدا في حته لو رحت التمرين، وبعدين لو بقيت كويس في التمرين، وبعدين لو في بطوله او في حاجه لو عملت كويس في البطوله او في الماتشات، فتبدا ان هي تدي له التشجيعات دي طول الوقت، تكلمه على قد سنه. والدعم برضه وقت الهزيمه دكتور. لازم. الدعم والله لازم وقت الهزيمه ده مهم جدا. انا شفت امهات بتقسو جدا، انا بشوف بيضربوا اولادهم في الملعب احيانا. ما ده هنلاقي فين الحب الغير مشروط لما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو دعم الام حتى في الخساره. انا بحبك، انا مش زعلانه منك انت شخصيا، انا عارفه ان انت هتعمل احسن. التشجيع ده عشان الاحباط ما يبقاش من بره ومن جوه. طبعا. واجد له مبررات، يعني انا عارف ان ابني كويس بقى في اللعبه دي، اجد له مبررات لان هو كان وحش. ان انا عارف ان انت عشان انت بس ما عملتش كذا، انا عارف ان انت علشان انت كنت بس امبارح فكرت في كذا، فانا عشان الفرقه برده كلها مش عامله الدور اللي عليها. فبالتالي ابتدي اجيب له هذه المبادره. دايما نفكر في حاجتين مهمين جدا اقول لاولياء الامور، فكروا لاولادكم في دوافع كل مره هتدفعوا بايه، هتعملوا سواء هزيمه او مكسب او قاعد احتياطي او بينزل اساسي. مزبوط. او كده، وفكر له في المبررات اللي تديها له لما يفشل عشان يبتدي ينجح تاني سواء كان في مباراه او في لقب. ان شاء الله. للاسف حلقتنا خلصت يا دكتور. خلصت حلقتنا النهارده، نورنا الدكتور. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله معانا حلقات جايه كتير. كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. استنونا بكره حلقه جديده ومواضيع مختلفه مع الحريفه. باي باي.